وصحبه وموالاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من على المنتدى السلفي. وعنوان هذا الأسبوع بحول الله وقوته الهجرة إلى أمريكا. فلعلي ألخص كلمات بسيطة، تبارك تعالى أن يعينني على أن تكون خلاصة يستفاد منها، لأن مثل هذه المناطق أحسبها حرّت كثيرا من الشباب، وأكدت على مسألة أن في السلفية سلفية حقة ينبغي على الجميع أن يلتزموا بها، وينبغي على كل من يحارب في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل أن يلتزم هذا المنهج الصحيح. ببساطة شديدة جدا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. يمكن غير الكلام ده ما قاعدين تسمعوا في هذا المنتدى بالتحديد، وفي الحلقات التي تدار في الأسواق نفس المتحدثين بنفس الأسلوب على نفس الأصول والمنهج الصحيح. لذلك إخواني الطلاب، يعني من على مر تجربة طويلة ونحن نعيشها في هذه الجامعات السودانية، رأينا أن الدعوة السلفية الحقة قد امتدت إليها أيدي الغدر والخيانة، وأن بعض الناس قد عبثوا في هذه الدعوة إلى درجة أن كل من يشاهد على أرض الواقع تلقاه متخبط، يقول لك الحاصل شنو، ويصدقوا منه ويتابعوا منه ويمشوا مع منه. لكن بحول الله وقوته أريد أن ألخص كلمات بسيطة. أنتم عارفين الدعوة السلفية دي، أنا لو شبهتها ليكم في أبسط مثال يمكن تكون زي قطعة عجين. قطعة عجين دردمة في يدك وعفصة زي ما أنت داير، قدر ما تعفصة بتطلع من بين أصابعك. هذا هو حال الدعوة السلفية في ميادين الدعوة إلى الله عز وجل، معفوصة كده، معصورة، الناس عاصراها. العصرة دي من 5 أصابع، أشبههم ليكن أكثر عشان أقرب الصورة. هم الذين يضغطون كما يقال ما بين المرأة والسندان. هذه 5 أصابع تضغط بكل ما أوتيت من قوة. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول: والذين كفروا ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم. كيدهم لهذه الأمة لا يتأتى إلا من خلال تدمير هذا المنهج السلفي الصحيح، بصراحة وببساطة وبوضوح شديد جدا جدا. اليهود شغالين وانتوا عارفين، النصارى شغالين وانتوا عارفين بأموال. ما في زول من المسلمين ديل سمعناه وقلب قالوا بقى يهودي ولا بقى نصراني او تخلى عن عقيدته السلفية الصحيحة بسبب انه الناس ديل دين سمح. قد تحصل بعض الحالات ناس يشوفهم يدفعوا لهم قروش، الواحد يتنصر يطلع عن دينه يبقى يهودي تابع الماسونية، بيحصل. لكن عقيدة ومنهجا صحيحا يتبع، ما أنا غايته ما سمعته زول قلب بقى يهودي عشان اليهودية سمحة أو النصرانية سمحة، أبدا. إنما إغراءات مادية، والقلب ضعيف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلوح على الناس في آخر الزمان فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ثم يصبح كافرا ثم يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، هكذا دواليك يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. النبي ده ما خلى حاجة، وضح أي مسألة من المسائل. الناس بتبيع دينها ليه؟ بالعرض القليل ده عرض الدنيا. دي
ديل اليهود وديل النصارى، ما في زول بيتابعون عن عشان عقيدتهم سمحة ولا دين سمح. الشيعة باختصار شديد جدا، الشيعة قالوا أبو بكر كافر، الشيعة قالوا عمر رضي الله تعالى عنه مصاب بداء في دبره لا يداوى إلا بماء الرجال، نعوذ بالله من ذلك. الشيعة قالوا فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار لأنه وطئ عائشة. بيني وبينك يا طالب يا عاقل يا متنور، دين زي داء بتاع شيعة في زول بيستوعبه بيقدر يخش فيه ولا يخط في باله؟ الله أعلم. الناس بتبدل دينها وبتغير بتتابع اليهود والنصارى والشيعة عشان المادة. الأخوان المسلمين شغالين شغل جونا بيجاي كمان في الأسبوع الفات، المطرودين من السعودية والمطرودين من القاهرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم بما شاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم. كل هؤلاء المطاريد من بلاد الدنيا يفرون دارين يجوا يسخوا لنا هنا في السودان، محاضرات وندوات وطب جمعة وشغالة ومنصقة. وأغرب ما انتبهت إليه من في هذه المحاضرات الزول الشين القبيح اللي اسمه عايد الغرني، محاضرة بالطول والعرض ما بيخجلوا، محاضرة في قاعة الصداقة بالطول والعرض، قال نداء الخرطوم وترتيب البيت السني. البيت السني ياته، البيت السني بتاع الأخوان المسلمين، البيت السني بتاع الصوفية، البيت السني بتاع أنصار السنة، البيت السني ياته. أي بيت سني يريدون أن يعلنوه من السودان، وأي نداء يريدون أن يعلنوه للأمة جمعاء عشان الناس يستفيدوا. لذلك يا طلاب، نحن من خلال هذه المنابر قضيتنا ما مشكلة شخصية مع نيم معين بعينه، ولا مشكلة بتاعت أبدا، والله تبارك وتعالى عليم بالنوايا. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه المنتديات وفي هذه اللقاءات أن يجمعنا إخوانا على سرور متقابلين عنده في جنات ونهر. القضية ما قضية مناكفة، ولا نحن أرجل منكم، ولا عندكم أبدا والله. القضية زي ما قلت لكم في الأول ببساطة شديدة جدا، قال الله قال رسوله قال صحابته رضوان الله تعالى عليهم. عنوان المنبر ده الهجرة إلى أمريكا، وكانت محاضرة ويناقش فيها بعض الإخوان محاور محددة، لكن قدر الله تبارك وتعالى لم تتم هذه المحاضرة. لذلك نظرا لهذا الموقف الذي حصل اضطرارا، الإخوان إن شاء الله سوف يعيدون بعض هذه المحاور في هذا المنتدى. فهؤلاء الخمسة أصابع الذين يضغطون على الدعوة السلفية، اليهود النصارى الشيعة الأخوان المسلمين الصوفية، نحن بنعرفهم حتى حتى، ووالله الذي لا إله غيره لن نترك ساحة من الساحات ولا مسجدا من المساجد ولا منبرا من المنابر تتاح فيه هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وفضحنا كل متشنع. لأنه يا أخواننا بصراحة أقبح حاجة في هذه الدنيا يفعلها المسلم، قالوا يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم. يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم. يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا، وتلا قول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. زول ما عنده إيمان طوالب كذب، وأشنع الكذب الكذب باسم الدين. يا أخي دار تكذب أمش غش لك في تجارة، غش لك في عربية، غش لك في أي حياة، لكن تكذب بالدين نحن ما بنخليك بحول الله تبارك وتعالى. أصلا ما بنخلي زول يكذب باسم الدين ويجي يلصق في الدين ما هو بريء منه وما لم ينسب إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مما يفعل هؤلاء المبتدعة في كل مكان. ديل نحن شغلنا الشاغل بالليل وبالنهار، نايمين صحيين بنفكر في النازل. ليه؟ لأنه خربوا دين الله تبارك وتعالى. ده ما ديني ولا دينك أنت ولا دين الآباء ولا دين الأجداد، ده دين الله تبارك وتعالى. الذين جاهدوا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالد بن الوليد مما يحكى عنه في السيرة أنه لم يفد في جسده موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف. بعد ده مات في السرير. لما مات قال لقد طلبت الموت في مظانه، أنا مشيت للموت في محلاته. ما من غزوة إلا وخرجت فيها، ما من سرية إلا وكنت فيها، وما من نصر إلا وكنت فيه صاحب قدم وسب، وها أنا أموت موت العير والبعير في سريره.
قال لا نامت أعين الجبناء. ديل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا للدين ده أخواننا ما لعب، عشان نتو طلبة ونحن بنجي نساهر بكم في الداخلية دي، عندكم قراية وعندكم التزامات أكاديمية، ما قاعدين نساهر بكم عبسا، عشان تخطوا في بالكم إنه الدعوة دي محاربة. دين الله دين الإسلام أجبه النبي صلى الله عليه وسلم لينتشل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويأخذ الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وإلى ساحة فيها السبق لجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. الدين لعبوا به، لعبوا به الناس اللي ذكرتهم لك ديل. الأصبع السادس، وأنا الكلام ده بشبه تشبيه يعني ما ملزم، الأصبع السادس بيشوفوا في ناس بعض الخلق ربنا خالقه كده زول عنده 6 أصابعين، الأصبع السادس ده دائما بيكون أصبع شين كده، حتى النظر يعني يستاء منه، الناظر إليه يستاء منه لسوء ما يراه في يد صاحبه. الأصبع السادس ده أنا ما عارف أقول لك شنو ولا أسميه لك كيف. بعض المشايخ الذين كنا نعترف لهم بالفضل، والذين كنا نعدهم أصحاب سبق وأسود في هذه الدعوة يدعون إلى الله عز وجل في جميع المنابر، تكاتفت أيديهم مع أيدي هؤلاء الناس حربا على هذه الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم وأن يكفيناهم بما شاء سبحانه عز وجل. ديل برضو نفس الفهم، ما عندنا معهم حرب شخصية، ولا نبزونا ولا نبزناهم ولا وقفونا ولا وقفناهم أبدا. حجتنا وقوتنا في الدليل، في إننا نملك المسلم البسيط، الطالب في الجامعة، المصلي في المسجد، الماشي في السوق، كل زول نملك المعلومة الصحيحة التي يتعبد بها الله تبارك وتعالى، نملك الدين القويم القوي أجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله عاش هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الأصابع كلما ضغطت على الدعوة السلفية وارتج الناس في أنحاء الدنيا، أين نذهب وأين الدين؟ السعيد الغرني معلق برضو عنوان محاضرة الباحث عن الحقيقة، ياتو حقيقة، حقيقة حسن البنا ومنهجه، سيد غضب التكفيري، الطردون من السعودية هم كتب، ولا ياتو حقيقة، ولا حقيقة الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الناس صفا واحدا. باختصار شديد يا طلاب، نحن في الدنيا دي عايشين وما معروف، قد يكون الفراق بعد الساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة. انت بتعيش وبشوف، انا بعيش وبشوف، انت بتموت وانا بموت، لكن انت ترتموت عليها تفهم، وعلى اي طريقة تريد ان تلقى الله عز وجل. دائرة الطريق اللي بوديك الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لربنا قال شنو في الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لو سلك الناس إلي كل فج ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك، وعزتي وجلالي لو جاء الناس من كل حدب وصوب ما قبلتهم إلا أن يأتوا من خلفك، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمنهج الصحيح، بالفهم القويم، بثبات الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتهم، في صلواتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، كل ما يتعبدون به الله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق الذي ينجي الجميع، والذي يقود الجميع إلى جادة الطريق على الصواب وعلى الطريق الصحيح الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخ نبهني للحديث يزني المؤمن ويسرق، قال حديث ضعيف. نعم حديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمه الله، لكن من باب سرد المواعظ تذكر هذه الأحاديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ذلك. فيا إخواني الطلاب، يعني ما جئنا في هذه المنابر إلا لنحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن ننقل أحدا من مجلسه إلى مجلس آخر إلا وهو متفتح وفاهم يعني شنو دين، يعني شنو سنة، يعني شنو دعوة سلفية تقوم الدنيا وتعيد لهذه الأمة مجدها الآفل، وتعيد لهذه الأمة صفها الموحد وكلمتها الموحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير كده ما بنقبل، ولا بنغايض، ولا بنبدل أي حاجة مع أي زول كائنا من كان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكل من يسمع ولكل الحاضرين ولكل الشباب الذين يقيمون أو يقومون على هذه المنابر
في المنتدى، في الحلقات، في الأسواق، في المساجد، كلنا له مسؤولية وجزء من هذه المسؤولية. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبتنا وإياكم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقته، وهذا هو دين الإسلام الناصع الأبيض الذي نريده أن ينتشر، ونريد للبدعة أن تندثر وأن تحارب بالكتاب والسنة وبالحجة وبالكلمة الساطعة القوية التي تهدم وتدك أركان كل المبتدعة وأركان كل المميعين من دعاة التمييع في هذه البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسل عليهم سيف انتقام يقطع ألسنتهم ويخرصهم ويسكتهم، فلا يقول إلا حقا أو يسكت جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يقومنا وأن يسوقنا لما فيه الحق والسداد، وأفتح الفرصة للمتحدث من بعدي.